إنه يوم القيامة لبشار الأسد، قوي لواشنطن، ضعيف لروسيا، وجيد للصين. بهذه الكلمات وصفت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن الجلسة التي كانت على وشك معاقبة الأسد على جريمته في خان شيخون قبل أن يعيق ذلك فيتو لروسيا يحمل الرقم 8. موسكو تعزل نفسها عن المجتمع الدولي في كل مرة تسقط فيها طائرات الأسد قذائفها على المدنيين. الإعاقة الروسية لمشروع القرار الذي صوتت لصالحه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عمقت الشرخ بين روسيا والمجتمع الدولي. باريس جونسون وزير الخارجية البريطاني أعرب عن استيائه من لجوء روسيا إلى الفيتو، وقال في بيان صادر عن الخارجية أنها أي روسيا باتت اليوم أمام خيارين، إما مواصلة دعم النظام أو تحمل مسؤوليتها بصفتها قوة عالمية واستخدام نفوذها لوضع حد لانتهاكات بشار. جونسون كان منسجما مع رؤية مندوب بلاده في مجلس الأمن. روسيا اختارت دعم مجرم قاتل، الأمر الذي تسبب بتدمير مصداقيتها على الصعيد الدولي وجلب لها الخزي والعار. الاستنفار الأوروبي من استمرار دعم فلاديمير بوتين للأسد امتد إلى فرنسا التي اتهم رئيسها فرانسوا أولاند موسكو بأنها تحمي حليفها الأسد بشكل منهجي. اللهجة الفرنسية الواضحة ضد الدب الروسي كانت واضحة أيضا في الجلسة. لا يمكننا أن نغض الطرف عن حقيقة أن هذه الفوضى التي وصلت لها سوريا مسؤول عنها الأسد، وأن حلفاء النظام وخاصة روسيا مسؤولة عن إجبار النظام على الالتزام بتعهداته. القرار الذي بدا غير مفهوم وغير مبرر بحسب الدول الغربية التي كانت تنوي فتح تحقيق دولي في جريمة إدلب كانت نتائجه واضحة ومفهومة على ملامح وزيري الخارجية الأمريكي والروسي بعد أول محادثات مباشرة بينهما. الرجلان لم يبذلا جهدا في إخفاء التباين في وجهات النظر حول سوريا بحسب ما عبرا عنه، لكن ريكس تيلرسون حسم كما يبدو الرؤية الأمريكية تجاه الأسد. قالها الرجل بوضوح: حقبة بشار الأسد في الحكم ستنتهي قريبا. يبقى السؤال المطروح هنا: ما خيارات روسيا للخروج من الأزمة ووسط تصاعد غير مسبوق في اللهجة الأمريكية والأوروبية تجاه الأسد؟ هل ما زال الوقت ممكنا لخيارات روسية جديدة؟